شباب انا ما راح افتح المنيو اليوم، اريدكم انتم تنصحوني بالاكل الاماراتي، لان اول مره راح اجرب الاكل الاماراتي. شو تنصحون؟ اسمع حبيبي، عندك المكبوس سمك خطير. من امه مستحيل بتستانس وبترتاح بدنياك والله اذا انت مهموم. ايه. ايه. من تاكل هالمكبوس تزيل الهم. يلا الهم يروح. يلا واذا كنت تحب تبغى الحب يبقى معك. ايه. عندك بالجشيد. اريد احب. جاهز؟ راح نبلش؟ يلا بسم الله. Switch to the GoPro 1. Yeah, how are you? Fine, thank you. طيب شباب، هسه احنا رايحين نزور السوق القديم. وراها شنو نشرب؟ شاي كرك؟ إذا أنت كنت فرحان وتبى تزيد فرح. أي طبعًا. في شاي للفرح بزيادة. طبعًا. إذا أنت تبى تزعل. لا في شاي للزعل. من اكو احد يريد يزعل؟ في ناس بس الشعراء يحبون الزعل. لا. من يزعل يكتب الشعر على طول. إذا يبى يكتب شعر زعل راح شرب هالشاي. لازم تعلمني البس الغترة اليوم. اجباري. مو هسه. لا مو الحين. لا 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 خليك بس. ما تبى تلبس الحين؟ الحين؟ اه بوديه. يلا يلا على طول. يلا على طول. طيب شباب، احنا حاليا كل احنا تقريبا على السوشيال ميديا داخلين، يعني على سناب شات، على اليوتيوب، على انستغرام. شنو اكثر شيء غيره بحياتكم هذا المشوار؟ بطريقه كلامك بالمجتمع، اكو اشياء يعني تقدر تقولها ما تقدر تقولها؟ اكيد لازم الحين. انا ممكن في اشياء انا اسويها اغلاط. أيه. بس ما اظهرها قدام الناس. أيه. الا اذا بطلعها عندي فئات معينه تتابعني، في الصغير في الكبير، فليش اعلمهم الشيء الغلط اللي انا اسويه؟ هو هذا المشوار انا شخصيا علمني انه كل يوم لازم اراوي اجمل صوره لي، واجبر نفسي انه اكون انسان احسن. وصلنا؟ وصلنا. عاشت ايدك. الحمد لله على السلامه شباب. الله حاليا وصلنا في سوق السجاد في ابو ظبي، وجاي نكتشف هذا المكان ونحاول نحكي ويا ناس قدماء بهذا المكان يشرحون لنا على سوق السجاد. وهذا من وين السجاد؟ وهذا السجاد يجي تركي بلجيكي. طيب. وافغاني بيسوي اوردر مشان انت. أي. يسوي سعر صغير زياده. سوي لي سعر حلو هو يدفع. شو رايك بابو ظبي كمدينه؟ يعني شنو الاجواء؟ زين. يعني في شغل اخذ 25 سنه يعني شغل في. الحمد لله مرتاح داخل ابو ظبي؟ في راحه؟ الحمد امان. الحمد لله كله. انت تنام مرتاح؟ في كله يعني. في اولادك مرتاحين؟ كلهم. شباب نروح على شاكرك. شرفنا بمعرفتك. شكرا. شكرا. الجوله الاولى خلصت، هسه الجوله الثانيه. بالنسبة لي أهم شيء إنه المدينة تحافظ على تراثها القديم. أحياناً واحد يندمج بالتطور وينسى. عمرك في مقولة قالها الشيخ زايد الله يرحمه. الله يرحمه. اللي ما له ماضي ما له حاضر. طبعاً. طبعاً من الأشياء اللي أنا ما كنت متعود عليها إنه نشرب شاي كرك بالسيارة، وهاي من تقاليد الإمارات. عطني رايك في الكرك. ساعطيك رايك. حلو. بس تعرف شنو؟ شنو؟ مو احلى منك. يا ولد يا حبيبي. شوف الشباب. باني كم. طيب شو رايك اذا اليوم اقول لك تريانو جايبي لنا هدايا؟ كرك لو الهدايا انت اختار. ما ماي فريند حبيبي ما يريد كرك، يريد تريانو. هذا تريانو. هاي لك واحده، افتح لنا شو فيها. هلا ببلادي. هلا والنعم والنعم. ما شاء الله. حلوه. كلونا كركره. لا يعني بعد لوحه ثانيه لي انا. هي حلوه حبيبي. حركات. تلمع. ايوه. تفضل اخوي. بس صح. شوف اسكر يا ريال. ايام الله خير. سكر خريطة ابو ظبي. يا ريال ابو ظبي دارنا ومرباننا. وين ابو احنا اهل البلاد. بدون خريطة. حلو. سوق السمك والميادين صيادين هنا. حلو. ميناء الصيادين. حلو. هني باسكور. وين جبتنا هسه؟ طال عمرك جبتك الكاسر. شباب الطيبة
هنا راح تنتهي جولتنا اليوم. حابب اقول لكم شكرا لهي الجوله الحلوه والممتعه اليوم. تعرفت على اماكن ما كنت تعرفها بابو ظبي، والمره الجايه لازم نسوي لي كندوره اجباري، ما صار عندنا وقت نسويها فتره اجباري. فاذا اكو حلقه ثانيه خل حلقه ثانيه بس اجيب معك حد ما فاهم وما عارف، ان شاء الله قلنا لك انت تشرح لك. نوصل له التراث ونوصل له التاريخ. شكرا شباب. جرب هذا العطر واعطيني رايك فيه. حلو. لا لا جرب جرب. خطير. شمو. ها ها ها. لا مو على العدسه. لا خربت الكلمه. خلي شمو تعال. حرام حرام حرام.